اهلا وسهلا مشاهدي قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا. ويا احبابنا اليوم عندنا جوله ميدانيه من قناه الايام الفضائيه. تعالوا ويانا خلينا نشوف يا موقع اللي راح نروح له اليوم. احنا بموقع مول زيونه. خلينا نشوف مول زيونه والمشاهدين والناس اللي راح يشاهدونا وايضا كل عوائلنا الطيبه اللي راح نلتقي بهم من الشباب من البنات من العوائل من الاطفال. وبرنامج ويا احبابنا من قناه الايام الفضائيه. تعالوا ويانا خلينا نشوف ايش راح نسوي. يلا وين شو عيني ما ادري ايش بيها. السلام عليكم. الله يسعدك. شلون صحة قناة الأيام الفضائية برنامج ويا أحبابنا؟ إن شاء الله تم من أحبابنا وناسنا. الاسم الخير علي. مو ضايق وحشين؟ لا بالعكس. مرتاح نفسيا؟ شو كانك واقف على الكورنيش شو شو مسوي؟ اليوم الأمل مالتك زين؟ التفاؤل مالتك؟ الحمد لله. نسبة الهموم اللي بداخلك أكيد يراد لها يعني راحة نفسية على مود زيحة الهموم. أكيد. قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا نشوف ناسنا طيبين. طالب خريج؟ طالب. وين طالب بيبقى؟ كلية. ما شاء الله يا كلية الإمام الكاظم. الإمام الكاظم عليه السلام. طبعا شوف مشاهدي قناة الأيام الفضائية حقيقة أنا اليوم كل سعيد من أشوف ولدي وأصدقائي وحبايبي والناس الطيبين اللي من ضمنهم أخويا وحبيبي ابن أخويا. شو اسمك؟ علي. علي. علي يقول أنا بكلية الإمام الكاظم عليه السلام ويجي هنا يشتغل مول زيونه. إذا يعني طموح يريد يعني يوصل بالمستوى اللي يحس هو قريب على وضع الدراسي. اولا هم يدرس وهم يقدم عمل له ولعائلته. مزوج حسين؟ لا الحمد لله. لا الحمد لله. لا اقول ان شاء الله. ليش ان شاء الله؟ لو ما تيجي تتزوج لو بعد وقت تتخرج يلا غير ان شاء الله. اذا بنصير عندك فرصه عمل. اليوم طموحك من انت شاب وتخرجت شنو طموحك؟ تعيين؟ اكيد. هذا الشيء ما موجود. لا ان شاء الله احنا نقول موجود. احنا هسه هو ما موجود لكن احنا اليوم ننظر لكل العراقيين. اكيد كل العراقيين مو يعني معقوله كل سنه بنصير هاي الدوره مال تخرج مال الطلاب والطالب ابد ولا تعيين؟ ما شاء الله. انت يعني ما متفائل؟ ابد. لا والله. اذا احنا نتمنى من معالي وزير التعليم العالي معالي وزير التربيه انه ينظر الى طلبتنا الاعزاء من طالبات الى طلاب حتى يتفاعلون بخير. يقول احنا اكيد من راح نتخرج معناتها ما بتعين. لكن احنا نقول لك وتعين ان شاء الله. ونتمنى نتمنى نتمنى بس ايضا نريد التفاعل. بس انت من لسه تضايق بعد ثلاث سنوات ايام رحلتها؟ خوش بعد سنه بعدين انت تتخرج مو خلينا نتفائل بالك الله. احنا السنه الجايه من مر عليك هذا برنامجنا قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا. نتمنى نتمنى ناخذ قضيتك ونروح قبل للوزير ان شاء الله. اي بالله العظيم بتاعتك يعني احنا احنا القائمين على قناه الايام وبرنامج ويا احبابنا قالوا ابو ياسين اسال طلبتنا الاعزاء انه شنو طموحهم شنو كل واحد له امنيه. اجار التعيين من عندك مو تدلل. لا احنا قصدي ناخذك بيدنا نروح للسيد الوزير. اجي عليك ولك شان شنو على الوزير يقول اجار التعيين منك ما عليك يقول التعيين اغلى من عندك ويك شنو عليك شلون الطلب. لكن ان شاء الله هاي الرساله صادقه كل ما تعني الكلمه منك يا ابو حسين نقدمها للمعنيين ناسنا واهلنا بالدوله القائمين على الحكومه انه ينظرون هذا الطالب وذاك الطالب وكل طلبتنا الاعزاء انه كان انه من يتخرج يطمح انه يتعين يتعين. لكن هذا التفاؤل اللي عندك وهو يعني 0%. لا احنا نتمنى يكون 100%. ان شاء الله. نتمنى يعني مو وعيده. اليوم الاوضاع مو زينه باكر تصير زينه. مو ان شاء الله يعني احنا يوم ويوم الامور ان شاء الله تتحسن وخلي نتفاعل بالخير.
الله. مو واحنا احنا من عندك بس اذا جيت وقلت لي التعيين دير بالك والله عليك انا ما لي علاقه حتى بيتكم عندك. يقول لي زدت عليك عمي، يقول لي زدت عليك عمك مرات لا تتجلى. على العموم لا والله ان شاء الله نتفائل بالخير. يقول عمو ماجد قال برنامج ويا احبابنا من قناه الايام الفضائيه ونتمنى فعلا يقول الخير جاي وان شاء الله الخير يجي ان شاء الله خير اكيد. سلمنا جزيل الشكر. هاي جوز 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 يعني جوز 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 ايه عم تطلع التعيين احسن. يقول قلت قلت انا قلت قلت. يلا ممنون وان شاء الله نفرح بيك وان شاء الله البرنامج ان شاء الله السنه الجايه يجوز ناخذك ونروح لمعالي الوزير نقول له مو ان شاء الله ان شاء الله اكيد. وانت تبي تقول لنا يقول عم انت مش طلعت بالبرنامج ونطلع الحلقه نقول لك تتذكر العام هسه ذبت عيد لو لا مو ذبت ان شاء الله والله كانك معيش. ان شاء الله ان شاء الله لا تأيس من رحمه الله موجوده وان شاء الله العلاقين كلهم زود وان شاء الله خير والامور زين ان شاء الله جايه بالتوفيق يا حبيبي. منون ابو حسين اسفين على الازعاج هذين حبينا نسولف وياك لكن احنا برنامجنا ويا احبابنا من قناه الايام الفضائيه مشكور مستمرين معكم مشاهدي قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابي خليكم ويانا. لا تعال ايش عندك شو اسمك؟ امين. امين انت بياسر؟ سادس. سادس رحت السادس؟ من وداك؟ انت رحت وحدك؟ كل زين انت نجحت؟ نجحت. شنو ايش قد جبت النتيجه؟ زينه. يعني ايش قد 50 60 70 100 10 11 قد؟ ميات. ميات؟ ميات؟ ميات انت تفتر بالمول؟ ليش تفتر بالمول؟ على مود تشتري؟ لو تشوف؟ لا لانه انت نجحت على مود اهلك يطلعونك ويونسونك ويخلونك تغير جو، من تكبر شو تصير؟ دكتور. دكتور خوش كل زين، دكتور مال ايش؟ مال عيون، مال خشم، مال انف، مال اذن، مال شعر، مال ايش؟ سنون. سنون يا عيني مع العلم تسنونك كلش حلوه. هاي احنا طبعا هنا قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا، انت من ضمن ناسنا واحبابنا، كل الناس اللي موجودين العراقيين اللي موجودين، الناس اللي موجودين، اي واحد هنا موجود نخليه على راسنا لين جينا نزوركم نسوي لقاءات وياكم. تحياتنا للاله الكريمه يقول عمو ماجد جانا من قناه الايام الفضائيه، برنامج ويا احبابنا تابعه مو تنسى. خوش؟ يلا السلام عليكم. شلونك؟ شو اسمك؟ سيف. سيف كل زين. سيف انت وين نجحت؟ اي لا ثالث انا بعد. ان شاء الله. اي طبعا الكل طلبتنا الاعزاء طلاب الثالث نتمنى لهم التفوق والنجاح ان شاء الله وان شاء الله ان شاء الله مستوى الدراسي شلون الاسئله؟ والله انت انا سهله. سهله؟ اي شلون يقولون صعبه والانجليزي صعب؟ لا بالعكس بالعكس. سهله. زين ناجح؟ اي لا ان شاء الله. ان شاء الله من تكبر يعني عندك طموح انه شو يصير؟ شو يصير؟ رابط. بارك الله فيك. طبعا سياده الضابط هذا متهم هذا شنو هذا؟ حسن انت وين سيف؟ ياسر. ايه ان شاء الله يوم نجاحك وانت بتكبر شو تصير؟ انا صريا ضابط. ويا ضابط؟ كلها ضباط ما شاء الله. كل زين وان شاء الله هم يصير ضابط ونشوفكم ضباط ونسوي لكم لقاء بقناه الايام الفضائيه ولا تنسى برنامج ويا احبابنا ان شاء الله وياكم مو تزعل من الدين. لا يا ابي. سلم العلال وان شاء الله ضباط واحنا بخدمتكم سيد الضابط بارك الله فيكم مشكورين مشكورين. اذا خلينا نشوف ايضا شلونك؟ شو اسمك؟ بس خلينا عموها لا تروح. السلام عليكم. ان شاء الله سنه خير وسعاده عليكم قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا. اليوم احنا نريد نلتقي وياكم ايضا اليوم ما شاء الله مول زيونه. نعم. ايش عندكم اليوم موجود؟ والله شوي فر تسوق ملابس ما شاء الله. شلون الاسعار اللي موجوده؟ زين ان شاء الله يعني طبيعي. اوكي اخذنا رفض بنصكم طبيعيه. الاسم بالخير؟ فاضل. فاضل؟ فاضل نعم. فاضل واخويا؟ زين. زينتم اخوان؟ لا لا قرايب. شكلكم توم بس شويه بلابس الا شويه. فاضل شويه. استاذ فاضل اليوم انت هنا ايضا ويا الاصدقاء، اليوم انتم تغيرون جو؟ نعم جو لعندنا. وهم تسوقون؟ نعم.
من بغداد ولا قريبين على المول من الحلة بابي. من الحلة طبعا بابي. ألف تحية للحلة وأهل الحلة وكل محافظات العراق تاج على الرأس ونقولهم اليوم إحنا قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا ويا أحبابنا طبعا مو فقط من بغداد كل العراق وكل اللي موجودين هنا طبعا اللي موجودين نقولهم يا تلبيكم طبعا ناسنا وشبابنا الحلوين وكل الأوائل الله يسلمك ان شاء الله على برنامج ويا احبابنا ويا احبابنا ويا كل الناس الطيبين اللي موجودين العراقيين اللي احنا نشاهدهم على راسنا برنامجنا من قناه الايام الفضائيه نسال اليوم انت شنو شربت؟ شنو شربت؟ كاسب كاسب وين؟ كاسب كاسب ثلاثه كسبه يعني قصدي الشغل اللي موجود غير الكسب يعني شنو الشغل اللي يعني اللي عايش فيه شنو لو ماشي الامور ماشي الامور كل زين اذا يعني احنا حتى لا نطبق هواي امور اكو جزء لربما يعني يجوز يعجبك تقول انا شغل او ما يجوز اي طبعا هي حياتنا المعارض والمعارض سيارات ان شاء الله كهرباء يا مال تاسيس البيوت والعمار شلون الشغل مال الكهرباء اليوم الحركه زينه على وين تجي مواسم يعني شوي الامور شويه يتعب مختار منطقه كنت استقاليه ما شاء الله تحياتنا طبعا كنت مختار منطقه تحياتنا كل مختارين المناطق وايضا كل ناسنا طيبين كل محافظاتنا وايضا ناس كردستان العراق والله يسلمك الله يعزك وانت هم وياهم الحلة مو تحياتنا اليوم طبعا زياره موفق ان شاء الله تحياتنا لكم وليلة الحلة ونقول لهم ان شاء الله قناه الايام قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا تابع البرنامج مالكم نتشرف 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 اذا املك اذا فاصل ونرجع نواصل مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا أيضا ويانا الأخت الغالية أمل أمل ذول الأولاد وياكم ما شاء الله لا تحرك الله يساعدهم شوكم عيني تعال شو اسمك تجابك ويا خالي إذا طلع خشمك حتى أشوفك ما شاء الله يوم بيقول لك شو اسمك عبد الله عبد الله وأنت أحمد أحمد وأنت فاطمة وأنت وأنت طه 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 اليوم مطلعين الاولاد ناجحين ان شاء الله؟ اي نجحوا انت نجحت؟ اي وين رحت للاسف؟ سادس يعني نجحت الحمد لله وفاتوا امك؟ نجحت في صف رابع كل زين وانت؟ خامس كل زين خامس يعني انت ناجح كم؟ اي وانت؟ في الصف الثاني نجحت كل زين هسه انتم كلكم ناجحين من واحد ينجح بالعطله شو يسوي؟ يلعب خوش كل زين ومع ذلك من يصير عنده مجال يعني انت من تروح للصف الخامس تراجع الصفوف مال من مال الخامس على من تسألك المعلم او المعلم شو يصير؟ حافظ المواد كلها حافظها ويصير عنده يعني بالاسبوع في يوم تراجع للخامس كل زين مو؟ كل زين تعرف اطمن تعرف اطمن لا تعي انت وين رحتي الياسف؟ ها؟ الياسف رحتي للرابع هسه انتم خاله جايبه ماما وياكم مو كل زين واليوم انتم جاي تغيرون جو مو؟ ايه. اليوم مو زينه دائما تجون ويا خاله وعماتكم؟ لا يا اول مره اول مره بعد ما نجحتوا طبعا هديه النجاح انه هم اجوا على مود يغيرون جو ومو زيونه كل زين وهي حقيقه عبد الله وين سوي له طريق كل زين انت نجحت غير؟ ايه. انت زين اصدقائك من هم بالمدرسه؟ أصدقائي إيه من هم كم واحد حتى تسلم عليهم؟ عادي خمسة أصدقائك؟ يسويهم ستة سبعة يسويهم عشرة أصدقائك كل زين مختارهم زينين يعني شطار مثلك؟ إيه شو اسم المدرسة مالتك؟ حسن إيه بعد؟ مدرسة المدرسة شو اسمها؟ مدرسة الحسن مدرسة الحسن عليه السلام طبعا طبعا جمهورنا الكريم اليوم احنا طبعا
ايضا قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا فرحانين ويا اطفالنا الحلوين لانه جابوا نتائج حلوه وناجحين. وايضا شو سوكتوا ما سوكتوا؟ بعد توني دخلنا كل زين. يعني احنا اول ما دخلتوا شفتونا ان شاء الله. احنا برنامج ويا احبابنا من قناه الايام الفضائيه مين تهلا بيكم فرصه سعيده وسلمونا سلمونا ان شاء الله. شو اسمك؟ عبد الله. وانت؟ اه وانت؟ فاطمه. وانت؟ احمد. شوف البرنامج مالتنا ويا احبابنا من قناه الايام ويا احباب. بين ساعه يطلع سيد المغرب؟ بالستة العصر برنامج اليوم. اليوم وين اللحق؟ وين اللحق تقول اليوم؟ شلون اليوم مو اليوم؟ احنا ترى راح نكمل البرنامج والساعه بالستة راح نشوف خوش؟ اوكي كل زين. اوكي اوكي زين؟ اوكي كل زين. اوكي؟ كل زين؟ اوكي اوكي كل زين. يلا باي باي. سلموا سلموا على قناة الايام الفضائية برنامج ويا احبابنا. باي باي وسلموا لنا على العوائل سلموا لنا على. يلا مستمرين وياكم مشاهدي قناة الايام الفضائية وبرنامج ويا احبابنا. تعالوا انت وانت بتري هنا تعال 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 تعال. السلام عليكم. لا امنا اختي الله يخليها اختي الله يخليها بعدين. كل زين. يلا 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 مشونا 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 مشونا. مستمرين وياكم مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا. وأيضا ما زلنا في مول زيونا. السلام عليكم. الله يساعدهم. الله يمه يمه الله الله الله. هاي ما شاء الله فعل خير أول ما ضمت. شلون شلون الصحة؟ الله يسلمك. في قول عملك اليوم مول زيونا إن شاء الله. اليوم شنو أنتوا والأهل والعائلة؟ إيه شو عازمين على العشاء؟ بالعافية بالعافية بالعافية. دائما ترتادون هذا الموقع؟ لانه ابواب العيد على والله هو عيد وشويه متنفس انه متنفس لكم قريب على منطقتكم. ايه آه الحمد لله. والاسعار هنا شوفينها مناسبه مناسبه. ايه يعني بضاعه زينه. لا زينه إيه. ولا الاشياء اللي موجوده ماركات له يعني شنو ماركات يعني الخماية مال الملابس كل زينه. كل زين إيه. كل زين. هنا ايضا هم عندهم مطاعم يعني زينه. اي طبعا. يعني انتم معزومين هنا عشاء. اي عشاء عشاء. ولا متعشين وياكم اليوم. تفضلوا وياي. الله يسلمك. الله يخليك. احنا قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا وانتم اهلنا وناسنا. لذلك دائما نلتقي ويا الناس اللي موجودين هنا ونسالهم على شغلهم وامورهم. انت ربت بيت موظف. تحياتنا طبعا. نتمنى اليوم ايضا كل اللي عنده شهاده خريج نتمنى أيوة. ايضا أيوة يعني يتعين. والله ان شاء الله ان شاء الله الخير جاي. ان شاء الله نقول الخير جاي ونتفائل ان شاء الله. ان شاء الله طموح الشباب والبنات أيوة. والولد يعني خاصه الخريجين يطمح انه يكون هو احد موظفي الدوله. طبعا عنده شهاده والناس اهله وناس تعبوا عليه ووصل الى مستوى من الدراسة العالي. يعني مثل ما تشوفين ست العزيزه يعني طموح الفن. انا اقول الفنان لان احنا شغلنا ويا الفنانين بس احنا ننقل هموم الناس. اكيد يعني هذا برنامجنا ويا احبابنا حقيقه ننقل هموم الناس. اليوم انت من وجهه نظرك كموظفه تتمنين ايضا يعني اخوك او اختك او اقربائك هو أو كل شاب يعني من حقه يتعين يعني داخل كليه وتعب. بس انا سالت اثنين ثلاثه من خلال برنامجنا حقيقه الياس عند الشاب يقول ابو ياسين ما عندنا خرجنا مشكله ما عندنا تخطيط. احنا لو دولتنا تخطط مثلا الاجيال هاي تتخرج لازم لها تخطيط. انا مو هيك بخلي الشعب يعني ابني لا انا ابني وتعبت عليه وصلت الى مستوى دراسي عالي واتمنى ان اخوه مو خليه يقعد بالبيت. اكيد اكيد لازم تخطيط. احنا مشكلتنا بالعراق التخطيط. حسن نتمنى ان شاء الله نقول عن التفاؤل المستمر والخير جاي ان شاء الله والعراق بالخير يعني نتمنى ان شاء الله. خذينا من وقتك. الله يسلمك. شكرا جزيلا. تحياتي لك وللعائله وللاهل ان شاء الله. شكرا جزيلا. الله يسلمك. لا تنسين تتابعونا على قناه الايام وبرنامج ويا احبابنا. فرصه سعيده. الله يسلمك. شكرا. اذا مستمرين معكم مشاهدي قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا. تعال تعال. السلام عليكم. شو اسمك؟ وين رايح؟ راح ادور اهلي. فوق الطفل عباس على ذويه التوجه الى مول زيونه. وين موجودين لو رايحين؟ وين امك وابوك؟ لا جزارهم مرات خالد. راحوا يفترون يشترون يعني موجودين ما مهم. اي موجودين. الله يسلمك. هاي قناه الايام الفضائيه. احنا برنامجنا ويا احبابنا نجحت؟ اي الحمد لله. وين رحت؟ بالثانية. كل زين. ومن تكبر شو تصير؟ ان شاء الله دكتور. دكتور كل زين. ودكتور مال ليش؟ مال اسنان. مال اسنان. مال اسنان. ايش عجبك تحب الاسنان؟ اي احبها.
كل زين. بعد انف واذن وحنجره وعيون وشعر. لا ما شغل فيه. لك بس بالاسنان؟ بس بالاسنان. كل زين كل زين. تحياتي لك، اقول لك ممنون منك. يلا هلا حبيبي. اذن اعزائي مشاهدين قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا. ويا احبابنا طبعا مثل ما تشاهدون تشوفون الناس اللي موجودين، قسم يريد اللقاء يطلع، قسم ما يريد اللقاء يطلع. انت يعني اليوم يعني مو كل واحد يعني يريد يسوي لقاء، لكن احنا نسوي لقاء لهم لانهم دول احبابنا وناسنا طيبين. مستمرين وياكم، خلينا نشوف بعد الفاصل راح نواصل. مستمرين معكم مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا. خلينا نشوف. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم بالخير. فاطمة عمار. فاطمة. بنتي أنت هنا شغلك؟ أي. شنو هنا شغلك؟ منتجات مال البشرة، العناية بالبشرة. أي. طبعاً إحنا نحفز البنات، يعني البنات دائماً أكثر شيء إنه تعتني ببشرتها، مقشرات، مرطبات، عناية بالشعر. الأسعار فاطمة، احكي لي بالأسعار، الأسعار شلون؟ كلش زينة. قطعة على 10 ب 15، يعني كلش حلوه، اسعار حلوه ومناسبه. اليوم بما انه العطله موجوده والبنات والولد طبعا يعني عندهم عطله وهاي فتره استراحتهم، يعني اللي يتخرج ما شاء الله واللي نجح ما شاء الله وعين البارده، نتمنى لهم التوفيق والتالق والابداع، وايضا نتمنى لهم التعيين. طبعاً اليوم هم من يجون تدرين والاسعار اذا تكون مناسبه واحد يقدر يشتري. طبعا واحنا مسويين تخفيضات اماتين، 3 قطع ب 20، 4 قطع ب 25، تطلع علي القطعه ب 6. شنو الاشياء اللي عندكم موجوده؟ احنا باكج كامل عباره عن شامبو، كيس، سيروم، شامبو، باكج. 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 عباره عن سيروم وشامبو، ايه؟ كيف مال شعر، مرطبات تخص البشره التبييض وترطيب، مقشرات، واقي شمس، سبلاشات مال شعر. كل شيء زيتي يا عمو هنا دوامك من يسع على يسع. 11 هنا عندكم وراتبكم على القطع المبيعات لو لا النسب على كل قطعه نسبه الي. وبالاضافه بالاضافه الراتب والتحفيز هماتين على كل 100 ينطون. الوالده موجوده؟ الحمد لله. الحمد لله سلمينا عليها وبوسينا ايدها، والله يخلي لك اياها ويخلي العائله وسيد الوالد والاهل. ان شاء الله يا رب نشوفين كل الخير والله يسعدكم يا رب. احنا برنامجنا ويا احبابنا من قناه الايام الفضائيه، تابعين ان شاء الله وراح تشاهدين هذا اللقاء الحلو الك، لانه حقيقه انت مثابره ومجتهده ومكافحه في نفس الوقت. اللهم ربي يوفقك يا بابا. جزيل الشكر. جزيل الشكر. الله يسلمك. وانتم انتم هنا هواي عندكم ولد وبنات تشتغلون برا؟ مراوجين احنا. مراوجين؟ اي هوايكم مراوجين. بالتوفيق يا بابا. بالتوفيق. شكرا لك. اذا مستمرين معكم مشاهدي قناه الايام الفضائيه وبرنامجنا طبعا البرنامج ويا احبابنا. خلينا نشوف هنا، خلينا نشوف هنا، خلينا نشوف هنا هنا كل شيء ماكو. وين هنا؟ الظاهر الحركه هنا قليله، لان هنا كلش قليله. راح يزين راسنا. شو نعرف؟ مستمرين معكم مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا. وفي مول زيونا أيضا نلتقي بالأخت أمه. أم عمار. أم عمار. هل عمار؟ عمار. عمار شلونك خالو؟ بخير الحمد لله. شو كيف نجحت؟ إي الحمد لله. كل زين. شو أمك ليش تدخن؟ مو ليش؟ شنو هاي؟ جبس. لا الله يسلمك دايم.
لا ولا اقول لك شو دخان شو دخان هذا الدخان شو محترق خليه 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 احترقنا عمو كل زين اكل كل خليه طلع ليه تشرب دقايق ليه دقايق شو اسمه دقايق هاي شنو هذا نوعيه زينه كل زين هذا جبس ابو الدخان يسمونه وين رحت اليسر؟ الثالث كل زين يعني نجحت اي الحمد لله وتبيض وجه ماما ان شاء الله وان شاء الله يوم يشوفونك محامي شكرا. مهندس طيار استاذ جامعي مو ان شاء الله دكتور ان شاء الله شنو طموحك من تكبر؟ ادرس ضابط كل زين والله كل زين طبعا تحياتنا للاجهزه العلميه و وزاره الداخليه وزاره الدفاع وايضا الحشد وكل الجيش العراقي وكل البيشمركه وكل الناس نخليهم لانه حقيقه اليوم الشرطه والجيش هم حقيقه ناسنا واهلنا وايضا الحشد ناسنا واهلنا وكل الكل الكل اللي يخدمون ويحبون وطننا مو صحيح؟ صح اليوم انت بديت تكبر تجلس رابط على مود احمي البلد احمي البلد كل زين انت مدرستك شو اسمها؟ مدرسة صدى العراق صدى العراق تحياتنا طبعا صدى العراق وايضا لكل اللي موجودين الطلبه والاعزاء والناس اللي موجودين نقول لهم بارك الله بكم لان خرجتوا هيك اطفال حلوين درجتك كانت درجتك 93 ما شاء الله ما شاء الله لا عم يدخن دخن دخن الله يخليك واليوم انت جبتي هنا اليوم اشتريت له ملابس مال عيد ميلاده ما شاء الله مال العيد مال عيد ميلاده ونقول له ايش اسمك انت؟ عمار نقول له من خلال قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا نقول له عيد ميلاد سعيد وإن شاء الله يا رب 100 سنة شكراً وقناة الأيام الفضائية إن شاء الله أشوفك مثل ما أنت تطمح إليه تكون ضابط ونهنيك من خلال قناة الأيام الفضائية وبرنامج لا تنسى البرنامج اسمه قناة الأيام برنامج ويا أحبابنا اليوم بيتكم هنا قريب على لا بيتنا بس ماي ما شاء الله بس ما قبل. اي بس مايه ما شاء الله الشقق مالته يقولون كل زين الحمد لله طبعا تحياتنا البسمايه وشقق بسمايه والناس اللي عايشين ببسمايه نقول لهم الف الف تحيه لكم وان شاء الله عن قريب ايضا راح نزوركم من خلال برنامج ويا احبابنا وقناه الايام الفضائيه الف تحيه لك وللعائله الكريمه الله يسلمك الف تحيه لكم الله يسلمك الله يبارك بكم معمر هناك عندكم هم اسواق اي مول كبير وبيع المواد هذا اي وكل شيء بيه بس انتم جيت هنا على مود تشوفون يعني على مود نتسوق بس انت بالغالي بس انا وعمار الله يخليك الله يحفظك ويحفظ باقي العائله ان شاء الله وتحياتي لكم وبارك الله بكم وان شاء الله يوم تشوفينا ضابط وانتم فرحين ان شاء الله يا رب الله يسلمك يلا سلم على قناه الايام شكرا قناه الايام برنامج ويا احبابنا يلا حبيبي اعطيني عمو بعد وحده اعطيني قبل لا تعزل عمو راح نحترق تحرقت البرنامج تسوي دايم شكرا الله يحفظك ويخلي لك اياه ان شاء الله اذا مثل ما شايفونا مشاهدين خلينا نشوفه تعال تعالوا تعالوا تعال تعال السلام عليكم عليكم السلام اهلا وسهلا شو كل عطوره اخي يا اخي ما تقول شيء اكثر هنا كلها تبيع عطور تعال هناك نسالك عمو السلام عليكم تعالوا اسم بالخير عباس تعال عباس خليني ابوسك شلون خريج؟ لا طالب مدرسة طالب يا مدرسة السادس في العسى لا تروح خلنا بس أسلم عليه أنت شنو طالب خريج أنا مرحلة ثانية هندسة مرحلة ثانية إذا طلابنا الأعزاء تحية من الأعماق من قناة الأيام الفضائية ألف تحية من قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا هذا الطالب اللي هو المرحلة الثانية طالب وأيضا مكافح بارك الله فيك احنا نحب نهنيك وان شاء الله يوم التخرج مالتك ونفرح بك زوج ما مزوج لا ان شاء الله يوم زواجك بس احنا بدك تتخرج حتى تزميلك شويه يصير عندك كم فلوس شلون الامور الماديه زينه وياك الحمد لله يا حبيبي يا حبيبي احنا ايضا قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا نحب نهنيك ونقول لك بارك الله فيك شكرا عمو ممنون وانت طالب هسه طالب وين طالب سادس طالب وين انت بك ما امتحن زين وين عندك امتحان شتوين تفتح مو جاي ان شاء الله
يعني شغله لو شنو شغله روح يقطع نخلصها شنو لا خصوصيه خصوصيه لا اريد اضحكك ان شاء الله كنت تدرس وان شاء الله تجيب الشهاده الدرجات العاليه الوالد والوالده موجودين الوالد استشهد الى رحمه الله حبيبي الله يسلمك تدول عمرك نهنيك من قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا نهنيك ان شاء الله تجيب درجه عاليه احنا من نجيب درجه عاليه ونفرحنا حقيقه لك هديه ان شاء الله من قناه الايام الفضائيه احنا نريد نفرح وياك ان شاء الله فرحتنا انه من نشوفك انت سعيد وعندك شهاده وشهادتك جايبه ودرجه عاليه على مود نتذكر ابوك الله يرحمه تعب عليك والوالده ولهذا مو ان شاء الله يا حبيبي واحنا ممنونين منك لان فخورين بك انت يعني وصلت للسادس اذا معناته وان شاء الله توصل للكليه هي السنه الوحيده وتحدد مصيرك بعد تحدد مصيرك صحيح تتعب على روحك حتى تجيب درجه عاليه ان شاء الله وتفرحنا ان شاء الله خوش فرحنا لانه انت اولا امك شهيد الف رحمه على روحك وانت لازم تمثل دور الوالد اللي تعب عليك حتى تجيب ابويا انا لذلك جاي اتعب لذلك ان شاء الله واحنا ممنونين من عندك وشكرا لك بابا الله يسلمك يا حبيبي الله يسلمك هسه بعد ترى خلص شغلتك الخاصه تريد نجي وياك حتى نخلص لك اياها إذن مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا مستمرين وياكم خلينا نشوف أيضا اليوم الجولة الحقيقة هي فقط في مول زيونة السلام عليكم أهلا السلام عليكم السلام عليكم الله يسلمك بالخير نور هنا بالشغل شنو شغلك كابتن بالصالح شنو طالب خريج لا والله طالب يعني كاشف كاسب كل زين وانا شو اشتغل بصالح كاسب تكسب تكسب الزبائن تكسبت وعسل كسبتني كسبت قناه الايام نسوي لقاء وياك وبرنامج ويا احبابنا هل انت ناسنا وهم رويت بك زين الحمد لله كل زين الوالد والوالده موجودين بس الوالد مستشهد الوالده موجوده لا رحمه الله لا يا حبيب قلبي اذا اليوم طبعا ويا شو اسمك نور هذا الراتب هم تودي للوالدة؟ أكيد متزوج؟ يعني داير بالك على أمك أكيد إذا دير بالك على أمك يا نور الله يوفقك لأنه الوالدة يعني طبعا هي الروح وهي هي الشموخية الهيبة مو ومن داريها الله يداريك ما راح ينساك إن شاء الله يوم زواجك ونفرح بيك احنا قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا هسه احنا محتاج من عندنا شيء؟ انا اريد بالسلامة كل شيء انا حبيت نلتقي وياك تحياتنا للسيدة الوالدة والعائلة الكريمة ويحفظك ويوم ان شاء الله زواجك وقناة الأيام الفضائية تفرح بيك وممنونين من عندك نور حبيب قلبك هاي ايش لابسته؟ وزرة هي هاي مال الشغل مالتك؟ هو مطعم عندكم اكل؟ مطعم كش شنو اللي اكل عندكم؟ كل شيء موجود هسه كل شيء خلينا نشوفه يعني البيتزا والبرجر والبيتزا هنقربر همبرجر هنقربر حمص بطنيحة مطنوحة مشكور لأن جمهورنا الكريم قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا فاصل ونرجع لمواصل زلنا وبرنامج ويا احبابنا من قناة الأيام الفضائية في مول زيونة أيضا السلام عليكم الله يساعدهم السلام عافية ألف عافية السلام عليكم شلون صحة يوم الجولة الداخلية الداخلية طبعا يا ما يخاف من الداخلية أي والله تخاف من الداخلية؟ طبعا أخاف عليه صدق عود اشتهرنا اليوم لا هو طبعا الحب والاحترام والتقدير والسنين هاي الحلوه هذا يعزز من موقفك انه انت الحمد لله تعزها وتحترمها وتحبها ولا ثقلها ولا وزنها لانه هي شريكه حياتك
هو اكيد اكيد لذلك تستحق الاحترام والتقدير. احنا قال له قال له شو اخبارك اليوم؟ قال له والله بالله بالداخليه يا ابويا. الله يحفظهم. وهاي الغاليه بنتك الله يخليها. اي بنتي كبيره. وش عندك بعد وياهم؟ زينه. زينه زينه شلونك عموه؟ حبيبتي وش اسمها؟ زهراء. زهراء الله يخليها. زهراء طالبه؟ اي طالبه. وين دامكم؟ لازم توصل. ما شاء الله ان شاء الله يوم التخرج عموه، يوم ان شاء الله التخرج وتفرحين بابا وماما ان شاء الله. والله يخليهم خيمه عليكم ان شاء الله. ان شاء الله. شنو شغلك؟ موظف. وين موظف؟ بالاسكان. كل زين بالاسكان. اليوم الفليسات شو مره شوي 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 نسبه ياخذون هواي من المواطن لو زين؟ لا زين قليله. شلون قليله؟ يعني يعطونهم 150 وخذوا 60. اي عم اي هاي أربعة بالمية. هواي. هاي يعني ايضا هم ناشد وزاره الاسكان السيد معالي السيد وزير الاسكان المحترم من خلال الموظف اللي موجود ابو زهراء الله يحفظه ان شاء الله. يعني احنا نريد نسبه الاستقطاع للمواطن نسبه تكون شويه قليله 1% 2% هم يخالفون. شوي شوي قاعد يساعدون ويانا. اي ويانا يساعدون ويانا. اي الوزاره شوي شوي قاعد تساعد. وين تساعد؟ انت غير موظف وتدافع على الـ 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 الوزاره مالتك. هي قاعد تساهل شوي شوي. احنا نريد نسبه يكون للمواطن في استقطاع 2% كواكب. يعني قد 30 لكن من يصير 4 يصير 60. يعني يصير 150 بين 60 مليون. وكل شهر مليون ونص. زين كل شهر مليون ونص منين يجي؟ اخو شعوالي كبير تستفاد. يا تستفاد بس وراها شلون وراها التسديد شلون راح يكون؟ النوم زين هسه عنده البطاقه التموينه وعنده المستمسكات وقال له نجيب لنا شاي، شو علم بعد جبنا كفيل؟ لا هسه حتى الكفيل حيشان. منو قال لك؟ عم نقول ابو زهراء بشرنا الله يبشركم من وزاره الاسكان. هذا ابو زهراء قدامكم قال بشره ساره انه حتى الكفيل زي راسنا اتخذ. صدق كذي والله يزيدون. حتى نعرف احنا ان شاء الله. احنا اليوم احنا برنامج ابو زهراء احنا قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا حبينا نلتقي بيك نسلم عليك وعلى الغاليه ام زهراء ويخليك خيمه عليهم. الف الف تحيه لوزاره الاسكان وايضا كل وزاراتنا ان شاء الله خدمه المواطنين. ونتمنى ايضا من السيد معالي وزير الاسكان شويه يقلل الضريبه مال المواطن، لان المواطن من ياخذ 4% يعني يعطي 4% هو يبيها. يعني ياخذ 150 هسه خليه ياخذون 1.5 2 وين هم يخالف؟ 400 هم قليله. هم قليله. شو اقول لك هيجي تقول هسه اذا غير راي ابو زهراء مره يقول ايش ما ستاهت علينا. لا ان شاء الله خير. ان شاء الله ان شاء الله ممنون عندك والله يحفظك. ان شاء الله خير. ان شاء الله طبعا. والنوم اليوم الناس محتاجه اللي يحتاج هذا اللي يبني هذا اللي ياخذ له قاع مو. ألف تحية للمعالي وزير الإسكان والسادة القائمين على وزارة الإسكان وأيضاً اللي يأخذون القرض من الإسكان شوية دير بالكم عليهم بارك الله بهم إن شاء الله. يعني العوز شوية هم مرات مو العوز مو العوز ما يأخذ هاي القرض. لا صدق العباس عليك صدق. الحمد لله جاي تسوي الحمد لله ممنون منك. إذا القلب يا ما شو تسوي بعد الحمد لله. لا تبكي بابا لا تبكي. لا حبيبتي العباس بكت لنا شافوك يضحك لو تتبكين. اذا مشاهدينا الاعزاء مشاهدي قناه الايام الفضائيه برنامج ويا احبابنا التقينا ويا عائله من عوائلنا الكرام الله يحفظهم ويعلي مقامهم وكل اللي التقينا بهم على راسنا وكلهم معززين مشكورين لانه احنا عائله واحده. ومن خلال قناه الايام راح نشاهد برنامج ويا احبابنا. مستمرين وياكم مشاهدين قناه الايام بعد الفاصل راح نواصل بس خلي البوسه ابو زهراء مشكور. مشكور. خوش فرحتنا والله. لو فرحتنا لو زي راسنا بعد. يلا يلا شنو اشتهرنا بعد طفي.
شاهدتونا مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا، التقينا مع كثير من عوائلنا وناسنا الطيبين. السلام عليكم. اسم الخير؟ مهندس سلمان. مهندس ما شاء الله، أنت هناك تشتغل موظف؟ لا والله جاي ويا العائلة. أوي العائلة متعين مهندس؟ إي متعين. وين تعينك؟ أنا مهندس أجهزة طبية. ما شاء الله. شغلي على الأجهزة الطبية، متعين بمستشفى يعني. وزارة الصحة؟ إيه. ألف ألف تحية الوزير الصحة دكتور هاني العقابي. يعني دائما حقيقة يمدحون به، واحنا حقيقة زرناه وشفناه، ونتمنى نكون ايضا ان زيارة من قناة الايام الفضائية لمعالي وزير الصحة دكتور هاني العقابي، لانه الملقى مالته وبابه مفتوح لكل شرائح المجتمع العراقي. نفسا احنا شاهدنا الامور، دزينا له فنانين ودزينا له غير فنانين ودزينا له من عامة الناس، استقبلهم بكل رحابة صدر وبابه مفتوح. لذلك احنا هذا الشخص الاستاذ اسمك سلمد من قال انا والله متعين افرح. تحياتنا لكل الساده الوزراء المسؤولين، نتمنى التعيين لكل الخريجين والخريجات، اولادنا وناسنا وكل اللي محصل على شهاده. يعني اليوم اللي عنده بالبيت اربعه او خمس اولاد وبنات وخريجين وما متعينين صعبه. اكيد صعبه استاذنا الفاضل، خصوصا يعني ما شاء الله كل سنه دا تتخرج اجيال بعدات هائله من مهندسين من علوميين من ناس صحفيين، خاصه الامور الطبيه والاجهزه الطبيه، وايضا هذول مستثنين من العقود ومستثنين من هذا. بس ما شاء الله تدري الجانب الطبي والصحي هو الدرجه الاولى، يعني كلها تصب في مصلحه المريض. مهندس الاجهزه الطبيه والطبيب والممرض والناس اللي دي يشتغلون بالجانب التخدير، هذول هم خلينا نقول الواجهه اللي خلينا نقول عليها تخدم المريض اول باول. وخاصه اليوم احنا نمر بوباء اللي هو وباء الكورونا، الله يكفينا الشر ان شاء الله، بدات النتائج مالته ان شاء الله تنزاح ان شاء الله الامور الاخيره، وبعد ما في ان شاء الله لو هم والله هسه بالايام القليله المضت هم صار اكو موجه جديده من الكورونا، بس ان شاء الله بجهود الطيبين وجهود الكوادر الموجوده، وخاصه اللي يحافظ على الوضع الصحي، يعرف شلون اكيد يعني الصحية. اكيد اللي يحافظ على نفسه ويقي نفسه. احنا هسه ما لابسين كمامه بس غلط، لان المفروض نلبس كمامات كلنا في الاماكن العامه خصوصا. بس تدري شوي الكمامه تخنق الواحد. احنا طبعا احنا قناتنا قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا، فانت ان شاء الله راح تشاهد نفسك من خلال شاشه الايام الفضائيه وبرنامج. شكرا لك وعلى ثقافتك وعلى هاي الدراسه اللي وصلتك اللي هيش مستوى يليق بالحب والاحترام، وكل اللي التقينا بيهم يليق بالحب والاحترام. شكرا لك ويا رب ان شاء الله نشوف اللقاء. ممنون ممنون يا تاج راسي، تحياتي لك كل وزاره الصحه. نتشرف الف تحيه لوزاره الصحه وكل القائمين في وزاره الصحه، وكل تحياتنا لكل الوزارات لا على التعيين، لانه يخدمون الناس ويخدمون انا موجود بالصوره. شرف شو اسمك انت؟ سلمد؟ مهندس سلمد. فرصه سعيده. تحياتنا. متواصلين وياكم مشاهدي قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا. السلام عليكم. شو اسمك؟ مجتبى. هلا ابو مجتبى، شلونك؟ الله يسلمك. كيفك؟ انا مجتبى احمد. الله يسلمك. وين ما وين اليوم؟ هنا اليوم؟ زوجتي. كم شنو زوجتي؟ جبت المره وجيت؟ العباس علي؟ حكم القوي على الضعيف. انا لا الداخلي احنا على الراس. لا هذا الحب والاحترام والسنين والعمر الحلو. وهاي الست ما صار لك 10 15 سنه متزوج؟ مو اذا هي تستحق التقدير والاحترام، هي شريكه حياتك كل الامور. لذلك هي وياك قاسم الامور، يعني ان شاء الله بالخير سنين. انت تستاهلون كل الخير. عندك بس اليد بعدك؟ لا عندي مرتضى مجاهد شويه معاك. اكبر منك؟ اصغر منك. شنو خليته البيت؟ لا في بيته. الله يحفظه. شلونك ويا الوالده؟ ما عندنا الوالده. انا طبعا يا جماعه الخير حقيقه امي الله يرحمها والف طول العمر ان شاء الله كل امهاتنا العراقيات، ورحمه الله على روح امهاتنا اللي راحوا، وتحياتنا لابهاتنا والف رحمه على روح ابهاتنا. اليوم الاب هذا تنقى، هذا شامخ، هذا جبل، مو هذا الهيبه، هذا العبايه، مو السند. والام نفس الشيء. هي بدال الوالد، لان والدي شهيد انا وهي
رحمه الله على احنا صغار وهي ربتنا ووصلتنا للمستوى. كل ما دير بالك على الوالده ام هي ام محمد. ام محمد والده ان شاء الله طولت العمر اليك ويخليك خيمه على ابو مجتبى وعلى وليداتي وان شاء الله هذا الحب والخير والامور اللي بيه ابو مجتبى اكيد من رضا الله ورضا الوالده. الله يحفظك. شو وقتو بعد؟ شاول قبل شيء بس تفتح لا شوية لا نسوي صدق؟ وانت شوية أنا عبدو بو الله يحفظها إن شاء الله. تعال مجتبى تعال تعال مجتبى مجتبى نجحت بعدك؟ ها؟ سالس لو نجحت بعدك؟ لا نجح إن شاء الله. آه ما شاء الله أبو يا مدرسة أول شو اسمها مدرستك؟ سعيد الخدري. آه انا بتحية المدرسة سعيد الخدري وان شاء الله الكل الفينيين الله يحفظهم ان شاء الله ويحفظ شمالنا وكردستان العراق ويحفظ كل محافظات العراق وبغداد العاصمة. اللهم ربي ان شاء الله يوفقنا. شكرا يا ابو مجتبى وتحياتنا لاختنا الله يحفظك ويخليك خيمة عليها ويوم ان شاء الله تشوفوا اليداتك متخرجين ومتعينين ودير بالك على مريتك مو هذا لكن الوالدة لا تنساها يعني خدوا شلون الوالده هي الله هاي ممنون الله يحفظك الله يحفظكم. مستمرين وياكم مشاهدي قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا وما زلنا في مول زيونه ايضا نلتقي بالاخ العزيز ابو عمر. ابو عمر شلونك؟ ان شاء الله بخير صحه وسلامه لك وللعائله الكريمه. ابو عمر هنا شغلك؟ اي نعم. شنو شغلك؟ قرطاسيه ولعاب اطفال. اليوم بما انه العطله نعم بدت الحمد لله وشكرا. الشغل يكون مو مستوى بداية الدراسة لو ماشي الأمور. والله هو يعتمد على الحالة الاجتماعية وعلى الوضع السياسي مع البلد هم يأثر علينا يعني. احنا الوضع السياسي مع البلد احنا إذا بدأت الدوام مع المدارس شنو الوضع السياسي؟ هو يعتمد يعني اليوم ما بدأت الشارع مستقر ايه؟ السوق يستقر الشارع مخربط نسبة الوضع حق العالم يعني نسبة الشراء تقلعي على كل شيء أثر كل شيء أثر حتى لو بدأت المدارس بداية المدارس كل شيء. لا أنا كنت أتوقع لأنه عطلة والناس ما راح تشتري إلا هذا قرطاسية لأنه عطلة الناس تغير جو طلاب الدورات المال السادس بدأت فكلهم هم طبعا كل الصفوف مو فقط الدورات للتقوية للأول والثاني والثانية لكن بدأت والمتميزين كذلك الثالث والسادس قرطاسية ما توقف يعني ظل تمشي السنة كلها. مبيعات عندك الحمد لله ماشي الحمد لله وشكر ماشي ماشي تعتمد. انت ليش اختاريت موقع هنا بالبلاد؟ ليش ما اختاريت المكان شوي اكثر حضور للجماهير؟ والله ماني عن خبره يعني وتجربه انه المحل بالفود كورت يعني تصير مبيعاته ضعف المحل اللي غير طوابق. يعني هناك قاعدة العالم والاطفال. عندك زباين معينين لو عاده لا على التعيين؟ لا اكو زباين بالاضافه عامة الناس يعني عامة الناس نعم موجود انت انا وحدك لو اولادك اولادي وياي يعني الله يخليهم الله يحفظهم ان شاء الله. اولادك شنو خريجين؟ والله خريجين كليات ومهندسين وقاعدين يعني ما هم ما بعد ما رحمه الله طبعا والموازنه طبعا ايضا هذا السؤال انطرح لاكثر من مواطن اذا كان مواطن او كانت مواطنه او عائله او شاب او بنيه او الاخ العزيز ابو عمر يقول انا اولادي كلهم خريجين ما شاء الله عين البارده والله يحفظهم تعب عليهم وصلهم الى مستوى دراسي عالي وهم طبعا يستحقون وكل اللي متفوقين ما شاء الله وايضا كل اللي موجودين بالعافيه حجي بالعافيه بين المعونه مثل لا نقدر نلحق ولا نقدر نسلم لا تروح حجي راحت المرقع علينا. فالمهم حقيقه عندك الاولاد خريجين شنو الله يحفظهم؟ عندي مهندس مدني خريج جامعه بغداد ما شاء الله وعندي مهندس حاسبات خريج الرافدين وعندي خريج هندسه المعلومات ما شاء الله. اذا هذا صوتك راح نوصله للساده المسؤولين عسى يا رب ان شاء الله السنه الجايه تشوفهم متعينين ولو قسم يعني. ايضا امام انظار معالي السيد وزير التعليم العالي معالي السيد وزير التربيه وزير الصحه وكل الساده الوزراء والمعينين بالحكومه انه الاخ الغالي ابو عمر وكل الناس اللي التقينا بهم خاصه الخريجين واللي قاعدين صار لهم 5 سنوات 6 سنوات هسه ولو نصهم يتوظفون ولو عندي اقتراح يعني هي هاي رساله نوصلها للساده المسؤولين اولويه التعيين يعني مثلا اللي متخرج صار له 5 سنين
لها أولوية بالتعيين، مو مثل المتخرج هالسنة يعني. أكيد. وكذلك الأولوية لأصحاب العقود، وبالتالي الجرور يومية. وبعدين والله هاي الرسالة بكل أمانة ننقلها للسادة المسؤولين، لأن هم الحكومة أهلنا غير وناسنا ونوصلها، وإحنا انتخبناهم، فإن شاء الله توصل رسالتك أبو عمر. إحنا آسفين، إحنا ما نريد بالعكس. اليوم عشاكم يمنا. خدمة عمرك الله يسلمك، ممنون. إحنا قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا. شكرا أبو عمر، تحياتي للعائلة، مشكور. مسلمين وياكم أيضا، خلينا نشوف العائلة. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمك ليش؟ مصطفى. نجحت؟ إيه. وين رحت؟ لا الخامس. كل الجيل. مسلمين على الأهل أنت وياهم؟ لا. الأهل الله يساعدهم. شو اسمها هي؟ رين. شلون صح مشتاقين؟ السلام عليكم. ليش بخير أبو مال؟ أبو علي حج جوال. حج جوال تاج راسي. أنت عمرين اليوم هنا بالمون. الله يخليك والله. صحة وسلامة طولة العمر إلك للعائلة الكريمة. للجميع إن شاء الله. اليوم بغير جو ولا جاي تسوقون؟ لا والله نغير جو. حجي اليوم أنت بيتك قريب على شو اسمه؟ سلام. على المون. على المون. وجاي أولا عطلة. جاي بالعائلة. ودولة عندك بعد يوم دولة عندي إداب بس هي جاي بقى بس أنا عندي كبار. الله يحفظك. جاي عجب ما جبتهم والله كلهم الزوجين ومو عوان. ما شاء الله ما شاء الله. عين الباردة لأبو حج جواد. حج جواد عنده أولاده خريجين طلاب والله. عندي الكبيرة دكتورة. اللهم صل على محمد. والبقية لا يشتغلون ما شاء الله. عين الباردة حج جواد العبالي يزغل من عندي عين الباردة. خلينا ندق الخشب. ما عندك شيء. اي والله. صحة وسلامة لك والأمي والحجية. شو بيلك شو اسمه؟ علي. أبو علي حجي. تعينت بنتك الحمد لله؟ لا والله بعد ما متخرجت. كاش عجب. ها إن شاء الله. يا إن شاء الله تخرج. والباقيين الأولاد الأخوة. والله يشتغلون بالشارجة. اللهم صل على محمد. العلاقة طالعة وخير من الله. الحمد لله. نعم. الله يحفظك ويعلي مقامك ويحفظ لك الغالي الحجية. الله يخليك. والباقيين يشتغلون اللي جات في الوطن. لا الحمد لله يشتغلون. شنو شغلهم؟ والله واحد بالسيارة ويا عمه. خوش. واحد ويا عمه ثاني. إن شاء الله موفق. تحياتنا لهم. إحنا طبعاً قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا. أنتم أحبابنا وناسنا وخليكم على راسنا. واستولنا أيضاً هم لقينا أخونا ومن ناسنا أخونا أبو عمر أيضاً هم مدة ما شاء الله يعني بس مخطئ تعيين شوية بعد هذا. نتمنى أيضاً من السادة المسؤولين والحكومة إن ينظرون إلى حال الشباب والبنات والخريجين والخريجات إنه يوظفونهم حتى لأنه مثل ما قال الحاج جوال أنا يتعب على ابنه وكبرته وسويته وهذا لكن نتمنى إنه يلقى موقف تعيني والله إحنا خلينا من وقتك لا على رأسي مقامك وحبك وحب الحاج إن شاء الله. وش سوقتوا ما سوقتوا؟ والله ما سوقنا شيء. شاو انقبض شيء. شاو بسكم بالشرف. فرصة سعيدة. فرصة سعيدة حجية. يعني مقامك ويخليك خيمة عليهم إن شاء الله ويحفظ لك يوم يوم إن شاء الله تفرح بهم أكثر بخير. شرف. هلا تعال يقول بس أبيك ذاك سورة حبيبي. إذن مستمرين معكم بعد قد عندنا بعد قد حتى نقدر نسوي هذا. عين الله يساعدهم ما شاء الله. لا تنعجب. إذن مشاهدين العزاء طبعا مثل ما شاء سلام عليكم بالعافية. نجحتي؟ من ياسف الصف الثاني ما شاء الله. وشنو طموحك؟ بعد ما مختار يعني ما مستقرة بعد ما مستقرة انت تستقرين ان شاء الله. يوم تستقرين انت ان شاء الله وتفرحين ماما تصيرين دكتورة صيدلانية محامية استاذة جامعية لازم نطمحين الى النتيجة. يوم احنا قناة الايام الفضائية برنامج ويا احبابنا انتم ناسنا وعوائلنا وخليكم على راسنا. الله يسلمك. في من امرك هاي بنتك صغيرة ولا كبيرة؟ لا انا عم خالتها. خالتها الله يخليها. وماما موجودة؟ موجودة. أي الحمد لله الله يخليها إن شاء الله. والله تحياتنا طبعا للأهل وتحياتنا إن شاء الله لكم. الله يحفظكم. اليوم جايين تسوقون؟ لا تغير الجو. أي هو سوقتوا؟ لا سوقنا وتعشينا. شلون الأسعار زينة؟ والله غالية ورخيصة يعني. يعني مناسبة أي نعم. واحد يختار اللي الأشياء اللي تلوق له. كل زين. احنا قناة الأيام الفضائية حبينا نسلم عليكم وآسفين على الإحراج لكن احنا إن شاء الله الله يسلمك. ست الغالية عمو إن شاء الله يوم نشوفك خريجة ونريد تكون جميل نتيجة عالية وزينة بيض وجهك ووجه العائلة. هاي واحدة. الوحدة الثانية مدرسة تحياتنا لهم اللي طلعتيش طالبة خلوك مؤدبة أخلاق ذكية إن شاء الله يوم يعني طموحك يكون يعني مستوى الدراسة اللي تدرسينه.
ونتمنى ايضا تتعينين بالوظيفه اللي تستحقينها، ونتمنى ايضا تعيين كل طلبتنا وطالباتنا الاعزاء. شكرا شكرا لكم، فرصه سعيده. تعيين شكرا لعمو، خذنا من وقتكم حبيب. مستمر وياكم، خلينا نشوف الاهل. اهلا طبعا ما شاء الله، خلينا نشوف العائله. السلام عليكم حجيه، شو الصحه؟ نقعد هنا نقعد هنا. السلام عليكم. ما لحقنا على العشاء، مخلصين كل شيء. شفت ها؟ الله يسلمك. سلمين الله يسلمك. ام الحجيه ام محمد اليوم جايين هنا مول زينه. نعم نعم. انت والبنات بنات اختي الله يخليهم. الله يستر عليك. دائما تتغيرون جو لو وقت المناسب عندكم. اي بعض المرات لان عندكم امتحانات وخلصوا. بنت اخويا تخرجت خلصت بعد؟ لا بعد مرحله ثالثه. مرحله بالكليه؟ يا كليه؟ كليه جامعة بغداد. ألف تحية طبعا لجامعاتنا، طبعا طالبتنا وطالباتنا. نتمنى أنه من يتخرجون يتعينون. اليوم ضروري يعني الأخت الغالية بنت كبرتها وتعبت عليها. نتمنى هذا المستوى الدراسي، وهي مرحلة ثانية يعني بعد مرحلة مو؟ إيه بعد مرحلة. يا قسم التاريخ. ياو؟ قسم التاريخ. كل شيء كل قسم التاريخ طبعا ما شاء الله. وبعد البنات الأعزاء تذكر. تربية انجليزي. ما شاء الله. يعني خلصت انجليزي وهذا تعينت لو بعد. اذا المشاهدين الاعزاء طبعا للساده المسؤولين وايضا حكومتنا الطيبه الموقره. البنت الثانيه خريجه انجليزي وهسه ما شاء الله قانون مرحله ثانيه وتنتظر التعيين، وراح تخلص قانون وخلصت انجليزي وتتمنى انها تكون احد الموظفات في وزاره يعني وزارات الدوله. نتمنى يعني هاي الرساله من الام الغاليه العراقيه اللي تعبت على بناتها ووصلت لهذا المستوى الدراسي. يعني نتمنى ايضا ان يكون لها حصه بحكومتنا، لانه الحكومه طبعا هي تنظر الى العائله اللي هي عائلتها طبعا يعني، والعائله العراقيه اللي هي تعبت حقيقه. والاخت هنا الله يخليها. وهاي كل شيء الله ما شاء الله. عمو خلصت انت؟ خلصتي ما شاء الله. رحت الثالث؟ لا الحمد لله. شنو طموحك ان شاء الله؟ من تكبرين شو تصير دكتوره؟ كل زين كل زين. وانت هذا طبعا انت شنو امنيتك؟ تاخذ صور خبت خلص انت بتسوي ها؟ شنو من تكبر؟ شو تصير؟ دكتور. طبعا احنا التقينا بالعائله الكريمه من خلال برنامجنا من قناه الايام، برنامج ويا احبابنا. طبعا نتمنى ان شاء الله رسالتك هاي اللي وصلناها للناس وللساده المسؤولين اللي هم ايضا اهلنا وناسنا الطيبين. بنت اخويا اللي هي مرحله ثالثه، وايضا بنت اخويا الثانيه اللي هي خريجه انجليزي ما شاء الله، وايضا مرحله ثانيه قانون. جمهورنا الكريم طبعا مثل ما شاهدونا يعني احنا غايتنا نوصل رساله عوائلنا وناسنا الطيبين من خلال برنامجنا اللي هو برنامج ويا احبابنا. نوصل للساده المسؤولين المعنيين بالدوله بالحكومه، يعني العائله اذا عندها فد اربعه خريجين خلها فد اثنين يعني يتوظفون. مو يا ريت. اي والله يعني فد اثنين يتوظفون. اي والله يا ريت. قولك بنت اخويا تقول لا واحد ما يخالف، لانه انت هسه هي خلصت انجليزي المفروض تتوظف، ما لقيت وظيفه. بدت انه ثابر على دراسه وتقدم للدراسات العليا ما شاء الله والقانون. صارت مرحله ثانيه هسه ان شاء الله. نتمنى نقول الخير جاي ان شاء الله. املنا يا رب. املنا يعني الله سبحانه وتعالى جميعا، املنا ايضا بالحكومه ان شاء الله يا ربي. احنا خذينا من وقتك يخليك خيمه عليهم. الله يحفظك ويحفظ بنات اختي الغاليات ان شاء الله. ربي يحفظك ويطول عمرك. الله يسلمك. لنا سعاده. اهلا وسهلا. اذا اعزائي مشاهدي قناه الايام الفضائيه برنامج ويا احبابنا وصلنا الى مسك الختام. نتمنى هاي الحلقه قد نالت رضاكم. انتظرونا وحلقات قادمه من برنامج ويا احبابنا. الى اللقاء. شكرا شكرا لكم. شكرا. قول قول يا مولاي. قول 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 يا مولاي.